صباح الخير جميعا، الله يعطيكم العافية. مبدئيا معي بس نبيل اليوم في المحاضرة. صباح الخير نبيل، الله يعطيك العافية كمان لك. راح أكمل إن شاء الله اليوم بشابتر 3 بارت 1، وضايل علينا إحنا بس 1 سلايد اللي هو على التكنولوجي مابينج، زي ما مبين معاكم كيف نعمل للنور، وهو شبيه بالضبط بالإكزامبل اللي حليناه في نهاية المحاضرة الماضية على المابينج مع الناند، وبعدين إن شاء الله راح نبلش بشابتر 3 بارت 2. في شغلة مهمة صراحة بتمنى إنه يعني لما تحضروا المحاضرة إنكم تنتبهوا عليها. يعني شباب، إحنا نلاحظ طبعاً إنه يمكن عدد الحضور اللي بيحضر المحاضرة لايف قليل، يمكن بسبب وقت المحاضرة، ما في مشكلة، بس المهم صراحة إنه الطلاب اللي ما عم بيحضروا لايف يقدروا يحضروا ريكوردينج بشكل يعني متواصل، وما يراكموا على حالهم محاضرات كثير، لأنه بصراحة ممكن بأي وقت إن شاء الله الأمور ترجع لما كانت عليه، والأزمة يعني هاي تنحل وتعدي، ووقتيها كل إشي صراحة انشرح على الأونلاين راح يعتبر خلص مغطى وأنت مطالب فيه. فإذا أنت ما كنت متابع أول بأول وحاضر الفيديوهات أول بأول، والله راح يصير فعلا الأمور صعبة جدا عليك، أكثر من مادة، أكثر من هذا، كلياتهم عليك محاضرات متراكمة بدك تحضرها، هيك هذا إشي صعب صعب على أي شخص إنه يسوي. فرجاء كتير ضروري إذا أنت مش عم تحضر المحاضرات لايف، جدا ضروري إنك على الأقل لم تحضر الريكوردينج بشكل متواصل، ما تراكم على حالك محاضرات، عشان وأي أسئلة أي نقاط مش فاهمها تسأل عنها. أنا بعلن قاعد تقريبا 3 أيام أو 4 أيام بالأسبوع عن ساعات مكتبية، عدد الأسئلة عم بيكون قليل، أو عدد يعني في ناس بتيجي بتسأل بس صراحة مش عدد كبير. أنت بتقدر بنهاية كل تشابتر تحل الأسئلة اللي موجودة في من الكتاب بنهاية التشابتر، وفي إحنا حاطين لك أصلا كمان suggested problems و sample exams، كلها موجودة على البيازا، وبرضه حتى موجودة على الإي ليرنينج، اللي بيفوت على الإي ليرنينج يعني بوث موجود عليهم هدول أندر ريسورسز. في عندك سامبل إكزامز، في عندك براكتس بروبلمز، وفي عندك أنت أصلا أسئلة في نهاية كل شابتر. ضروري تتدرب، هاي المادة is only evaluated، يعني الإيفالويشن تبعك كله بيصير من خلال الامتحانات، فممكن بمجرد إن شاء الله ما تنحل أزمة الفيروس وترجع الأمور طبيعية ممكن يقرروا. أنا ما بعرف شو راح يصير، أنا بس بحكي لك إيش السيناريوهات اللي ممكن تحدث. ممكن مثلا يطلبوا منا نخليك تقدم امتحان واحد، ممكن يخلونا يطلبوا منا نخليك تقدم امتحانين كل واحد من 50، أو يتركوا الحرية لإلنا، الله أعلم. في كل الحالات عشان تضمن أنك تعمل منيح في هاي الامتحانات وإن شاء الله تجيب علامة منيحة وما يضيع عليك الفصل على الفاضي لا سمح الله، أنت مطالب بأنك تتابع هاي المحاضرات أول بأول، إما أنك تحضر أونلاين وإما أنك تتابع الفيديوهات. وبرضه إذا هذا برضه الطلب مش بس لطلابي صراحة، برضه لطلاب الدكتور فهد، لأنه زي ما أعلن الدكتور فهد في الوقت الحالي أنا وياه راح نشترك في المحاضرات، وهلا مبدئيا انا اللي راح اغطي كل المحاضرات. فرجاء برضو طلاب الدكتور هذول، هذا الاعلان لطلابي ولطلاب الدكتور فهد وحتى لطلاب الدكتور محمد، طبعا الدكتور محمد عم يعني برضو عم بيعطي هو محاضراته. فرجاء ضروري جدا انك تتابع المحاضرات واول باول، ما تراكم رجاء يعني. طيب بس هاي الشيء اللي كنت صراحة حاب أحكيه، يعني حتى اللي عم بيسمعوني هم قلال، هم بس في 3 أشخاص بس، يعني إذا بتعرفوا ناس رجاء وصولهم الرسالة أكثر، يعني بلاش ممكن يكونوا أصلا ما بيسمعوش الفيديوهات، فيعني وصولهم الرسالة ضروري جدا أنهم يتابعوا ويحضروا الفيديوهات أول بأول. طيب راح أرجع ل الإكزامبل تبعنا. آخر عندنا سلايد زي ما قلنا بتشابتر 3 بارت 1. إذا بتذكروا إحنا المحاضرة الماضية قلنا لما بدي أصمم أنا أي سيركت نمر بمجموعة من الخطوات، اللي هي بدي لازم يكون عندي السبيسيفيكيشن للسيركت، من السبيسيفيكيشن بقدر أعمل فورميوليشن اللي هي مينلي أني أطلع التروث تيبل أو الانيشال بوليان إيكويشن. الانيشال بوليان إيكويشن عادة بيكونوا كسم أوف مين تيرم أو كبرودكت أوف ماكس تيرمز، بس من خلال الفورميوليشن بقدر أنا أسوي أوبتمايزيشن يوزنج
K-maps وأطلع الإكويشنز ولكن بأبسط صورة، يعني بيصيروا sum of product أو product of sums. والخطوة الأخيرة كانت التكنولوجي مابينج، اللي هي أنه الإكويشنز اللي بيطلعوا معاي من عملية الأوبتمايزيشن أحولهم لجيتس موجودين عندي. في كل الإكزامبلز اللي حليناهم في البداية مبارح كنا نفترض أنه المابينج تبعنا أنه الجيتس اللي موجودة عندي هي inverters to input and to input or، وكنا نصمم السيركت بناء على هيك. بعدين في نهاية البارت هاد حكينا إيش 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 كيف بيصير التكنولوجي مابينج لو كان عندي بس ناند جيتس أور نور جيتس. وهون افترضنا بالناند والنور ما افترضنا تو إنبوت، افترضنا إن إنبوت، يعني ممكن يكون عدد الإنبوت للناند زي ما بدي. فعشان أقدر أعمل تكنولوجي مابينج للناند أو للنور زي ما بدنا نحكي إحنا اليوم للنور اللي برضو إن إنبوت، أول إشي لازم تكون عندي السيركت تبعتي، تكون السيركت تبعتي أو السكيماتيك تبعي لازم يكون معمول بالاند والاور والانفرتر بس بدون تو انبوت، ما فيش يعني ما فيش عندي هلا شرط التو انبوت. فبهذا المثال اللي احنا حليناه المره الماضيه تبع الناند، انا مفترض اني كنت سويت كل الخطوات، يعني سويت الاوبتمايزيشن وسويت سويت الفورميليشن والاوبتمايزيشن، وبعدين لما طلعت معي الايكويشن هيك طلع الديزاين. طبعا لاحظ هون انه الاور مش تو انبوت، عادي فور انبوت، ومنها بعدين انا حولت الديزاين كامل لناند مع انفرترز، وقلنا برضو حتى هذول التو انفرترز بامكاني احولهم لناند اونلي. فخلينا ناخذ مثال على النور، كيف نحول لنور. طبعا نفس الخطوات بالضبط، بس الفرق طبعا انه كيف بتحول اند الآن كيف بتحولها لنور والأور كيف بتحولها لنور مختلف طبعاً. أما موضوع الانفيرترز أنك تلغي الانفيرترز اللي وراء بعض وأنك تعمل برضو ديستريبيوت للانفيرترز زي هون، هذا نفسه بالضبط. طيب فأول إشي خلينا أحول على البورد بس عشان يكون الديزاين موجود عندنا. هي الآن و I think it's the same circuit، نفس السيركت اللي حولناها ل NAND only، هون بدنا نحولها لتصير NOR only. It's the same digital circuit. أنا بس عم برسم السيركت على البورد قبل ما أحول على البورد هون. تمام. تمام. هي السيركت تبعتنا. طبعا بس بذكركم إنه إحنا لما يكون عندي مثلا OR gate، يعني أي OR gate، أي شو ما كان عدد الإنبوت تبعها، إذا بدها تصير بس مبنية إذا بنيها من نور، فأنا بقدر أعمل نور وبعد النور أحط إنفرتر. طبعاً نور طبعاً الإنفرتر بقدر برضو هلا منشوف كيف بيصير عبارة عن نور only، بس هذا الديزاين this is an OR gate. وإذا كان الجيت أصلاً هي AND gate، فهي تحويلها أنه كل واحد من الانبوت لازم يكون له لازم نحط له inverter وبعدين بعمل لهم NOR gate زي هيك. يعني مرة الانفرتر بنضاف على الاوتبوت زي في حالة الأور، ومرة الانفرتر بنضاف لكل الانبوت زي في حالة الآن. وطبعا آخر إشي إذا حابين نحول الانفرتر يصير برضو نور، برضو هذا الإشي سهل، أنه بجيب نور جيت عادية والتو انبوتس تبعونها بشبكهم مع بعض، هذه بتصير عبارة عن انفرتر. تمام، هذه موجود هذا الحكي على السلايد، وأصلا إحنا غطينا لما قلنا أنه النور it's a universal gate. هلا بدنا نحول الديزاين اللي موجود، الفكر هذا اللي موجود، نحوله ل
لنور اونلي. فالخطوات زي ما سوينا اول شيء ببلش بالاند الاولى اللي هي A and B. قلنا الاند عشان تتحول لازم احط انفرتر لكل انبوت، هي تو انفرترز، هي A وهي B، وبدل اند بحط نور. هي اول واحده فوق، اول شيء هذا اللي هون. بعدين باجي على الآن، في برضو أكثر من أند، في تنتين برضو، هاي وفي هاي، برضو لكل واحدة منهم نفس الطريقة أعملنا هاي تو إنفرترز لأنها تو إنبوتس كل واحدة منهم ومعاهم نور، وهي كمان برضو تو إنفرترز with نور. هذا كله للآنز اللي هون. طيب وبالنسبة للأور، هاي الاور هاي عبارة، قلنا عن الاور هي عبارة عن فقط عن 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 نور وبعديها في انفرتر زي هيك. وthis is طبعا my function f. f هو الاوتبوت تبع الانفرتر. تمام. طيب نبلش بالاور، بهاي الاور الاربع انبوت. هاي الاور الاربع انبوت من وين ماخذة؟ ماخذة من هاي الاند اللي هلا صارت كلها نور، وماخذة برضو من هون، وماخذه برضو اذا بتلاحظ زي هيك من هاي الاند، والانبوت الاخير لإلها جاي من الانبوت، انا هنا ناسي اكتب اي، جاي من انبوت اي. فهذا هي هيك، هي خلصنا هذا الجزء. نيجي بعدين على الاند هاي اللي هون، الاند الثانيه، واحد من الانبوت مشبوك على سي اللي هو هاد هيو، والانبوت الثاني مشبوك على الاوتبوت تبع الاند اللي فوق بس بعد ما عمل لها انفرتر. فهيو راح اخذ الاوتبوت تبع الاند وأعمل لها إنفرتر وأدخلها على هون عشان تكون نفس الديزاين بالضبط اللي فوق. واللي تحت هدول، هاي اللي هون هاي شوية تريكي بدك تنتبه عليها، برضو واحدة منهم مشبوكة على D with إنفرتر، فهي D معاه إنفرتر، this is D اللي تحت هاي. واللي فوق الإنبوت الأول وين مشبوك؟ انتبه عليه، مشبوك هون بعد الإنفرتر. هاد اللي هون وين هذا الانفرتر هلا ضفناه؟ هي هون هذا الانفرتر صح؟ فبالتالي لازم بعديه، بدك تنتبه بعديه باخذه بوصل هون، مش بعد هذا الانفرتر، غلط، بعد هذا الانفرتر. This is هيك بتكون السيركت تبعتك صحيحه. طيب هلا بدي اشوف، هلا صار كلياتها بس عباره عن نور with inverters، بدنا نشوف ايش الاشي اللي بيلتغي بدون ما لسه قبل ما اوزع انفرترز ولا اشي. عندي هدول الاثنين صح؟ بيلتغوا لانهم ورا بعض، ما فيش بيناتهم ولا إشي، مزبوط. في أي إشي تاني؟ صراحة لا ما في، بس عندي هذا الإنفرتر. هلأ التوزيع، عندي هذا الإنفرتر اللي هو هون، أنا ممكن أوزعه لهاد ولهذا الواير ولهذا الواير اللي لازم ينزل. وإذا بوزعه بقدر ألغي هاد مع اللي راح أوزع له إياه، وبقدر ألغي برضو هاد مع اللي وزع له إياه، ويروحوا كلياتهم. فبالتالي التوزيع هون مفيد، يعني الحالة اللي موجودة عندي، بس عشان أنت تلاحظها كيف، عندي انفرتر معطي لكمان انفرتر ومعطي هيك لكمان انفرتر زي هيك، هيك الحاله اللي موجوده عندي. فاذا انا هذا دخلته وزعته عليهم للاثنين زي ما قلنا بالمره الماضيه، ولو وزعناه بصير زي هيك الديزاين. بصير زي هيك الديزاين، وبلغي هاد وهاد وهاد وهاد، بلغوا بعضهم. فبقدر انا بالتالي انتبه انه هاد راح يروح، بس راح يروح معاه هاد وهاد، خلص راح يلتقوا كلياتهم ويصير هيك الديزاين. فبالتالي هلا كديزاين with minimum number of inverters، هذول كلهم اللي عملنا لهم كروس راح نلغيهم. وخلص تصير السيركت عادي زي هيك. This is my circuit with nor and inverters. ما بصير تحكي طب بصير ألغي هذا الانفرتر مع البابل، لا بصيرش تلغيها، لأنه أنت بدك إياه، هذا بدلك إياه، لازم هاي تضلها نور، أنت بدك تحول الديزاين لنور، فهاي لازم تضلها نور. ما بصير تحكي طب ألغي الانفرتر مع البابل، إذا لغيت الانفرتر مع البابل بتصير هذه أور جيت، هاي ما بصير تلغي هون الانفرتر مع البابل، هذه لازم تضلها زي هيك. وكخطوة أخيرة، إذا أنت حابب أنه هذا الديزاين يصير، إذا مطلوب منك نور أونلي مش نور مع إنفرتر، فأنت بسهولة بإمكانك كل واحد من هدول الإنفرترز تحوله لكل واحد من هدول. أنا عندي عدد الإنفرترز هون أربعة، كل واحد منهم بإمكانك تحوله لنور جيت زي هيك، زي ما تعلمنا، زي ما قلنا قبل شوي، هي
نور جيت وتو انبوتس مشبوكين على هاي وهي هون نور جيت نور جيت with two inputs كل واحدة فيهم نور جيت with two inputs connected على السيجنال مع بعض زي هيك okay. فبصير الديزاين نور جيت. مرات صراحة بنجيب لك سؤال زي هذا السؤال وبنسألك قديش المينيمم نمبر قديش أقل عدد من النور جيتس تو امبلمنت يور ديزاين، ما بنحددش قديش عدد الانبوت. فلازم مثلا انت اول شيء لازم تطلع الديزاين وبعدين تعد النور جيتس، تحكي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 نور جيت. بس لازم انت هون صراحه تكون اوريدي لغيت كل الانفرترز الزياده اللي مش ضروريين ووزعت الانفرتر وطلع معك الفاينل سوليوشن بهاي الطريقه. في اي سؤال على هاي النقطه؟ في حدا you can raise your hand زي ما قلنا او you can just speak through your microphone if you have any question على هاي البوت. تمام ان شاء الله. طيب معناته خليني انتقل لشابتر خليني انتقل لشابتر 3 بارت 2 ونبلش نحكي عن الديكودر. طيب شباب هذا chapter 3 part 2 برضو هذا combinational logic. احنا يعني لساتنا بكتوبيك لساته نفسه، بس هلا يعني قبل بالجزء الاول حكينا how to design اي combinational circuit بدنا اياها. بهذا البارت راح نركز على بعض الكومبينيشنال سيركتس اللي اثبتت انها it's very important وانها it's used very frequently وبالتالي صارت تصمم كانها انتجريتد سيركت جاهزه وتباع مثل ما هي، مش انك انت تصممها من جيتس، هي خلص اوريدي جاهزه من المانيوفاكتشر من المصنع ويو كان يوز ات ان يور ديزاين. فالفكره اللي بنحكي عنها احنا هون انه بعض الفانكشنز والكومبينيشنال سيركت زي ما قلنا اثبتت زي ما هون موجود انها هي very useful كثير مستخدمه in many implementations صارت مستخدمه. كل واحده من هذول الفانكشنز راح نعطيها زي سيمبل زي شكل، كيف مثلا كيف الجيتس مثلا، كيف انا عندي سيمبل للاند وللاور، هذول الفانكشنز كل واحد منه له سيمبل له طريقه رسم راح نستخدمها. هذا السيمبل بنسميه الفانكشنال بلوك، يعني البلوك تبع هذا الفانكشن كيف شكله بدل جيتس، يعني لانه هو عباره عن مجموعه من الجيتس مع بعضهم بيكون طبعا ومجموعه الجيتس هذول بيعملوا فانكشن معينه وبيسموهم فانكشنال بلوك. هلا زي ما قلنا هدول الفانكشنال بلوكس هدول صاروا خلص يتصنعوا جاهزين، انت بتقدر تشتريهم اوف ذا شيلف، بتقدر تفوت على اي محل الكترونيات ببيع قطع الكترونيه يعني صغيره ديجيتال الكترونكس وبتقدر تشتري من عنده هدول الفانكشنال بلوكس. هلا هدول الفانكشنال بلوكس كيف بيكونوا باكجد، يعني قديش عددهم وهيك صراحه بيعتمد برضه في يعني in the past كانوا أكثر إشي يكونوا packaged بإشي بسموه small scale integrated circuit أو SSI. شو يعني small scale integrated circuit؟ small scale integrated circuit يعني كانوا يبيعوك chip صغيرة ويكون تكلفة هاي الchip مثلا يعني طبعا زمان كانت غالية هلأ صارت very cheap، بس صارت تحتوي هاي على عدد صغير من الفانكشنال بلوكس زي 2 3 مثلا 10 ماكسيمم 10 فانكشنال بلوكس. بعدين صاروا يقدروا لما تطورت التكنولوجيا صاروا يقدروا يحطوا مور بلوكس على نفس الانتجريتد سيركت على نفس التشيب الصغيره، صاروا يقدروا يحطوا مور بلوكس فسموها ميديوم سكيل بدل سمول سكيل لانه عدد البلوكس صار طلع مثلا ل 100 او اكثر من حوالين بالمئات صار عدد البلوكس. بعدين لما صار عدد البلوكس بالالاف او حتى يوصل للتنز اوف ثاوزندز صار يسموا الانتجريتد سيركت لارج سكيل انتجريتد سيركت ال اس اي، واللي طبعا هلا منتشر وخلص هلا هو المستخدم. لما صغرت الفانكشنال بلوكس كثير صار بسبب التكنولوجيا العاليه
صار يسموا السيركت Very Large Scale Integrated Circuit أو الـ VLSI. الـ VLSI يعني Very Large Scale Integrated Circuit, معناته you can fit millions, millions or billions of functional blocks and gates على نفس الشيب. يعني انت هلا خد اي تشيب عليها مثلا البروسيسر من مثلا من ابل, من انتل, من اي بي ام, من اي شركه, بتلاقي التشيب تبعت البروسيسر فيري سمول, بس قديش عدد الترانزستورز وقديش عدد الفانكشنال بلوكس اللي موجوده على هاي التشيب بتكون عباره عن بليونز اوف فانكشنال بلوكس. يعني اللي مش متخيل الفكره انا حاب اورجيكم اياها صراحه, فراح اجرب. بس مثلا هاي واحدة من فوائد صراحة الأونلاين. خليني نشوف إذا بقدر أعمل شيء. دقيقة بس شوي. Okay. أتوقع في شيء حابب أوريكم إياه. أشوف بس هذا هلا بعملكم شير له. طيب هاي صراحة يعني أنا بس هيك عملت سيرش سريع بس عشان أوريك الفكرة تبعت الانتجريتد سيركت. شوف هدول الشيبس الصغار, هدول يعتبروا سمول سكيل انتجريتد سيركت. هدول اللي هون تمام, يعني إشي صغير وعدد البلوكس اللي فيه. بس كأني شفت برضو فيجر تاني بالسلايدات بورجيك الفرق بين اللارج سكيل والفيري لارج سكيل انتجريتد سيركت. بس خليني أوصل له. هاي مثلا هون مثال, شايف من التشيب الصغيرة هاي تعتبر LSI لارج سكيل انتجريتد سيركت, وطلع الفرق بينها وبين اللي جنبها الفيري لارج سكيل انتجريتد سيركت, مع انه يمكن السايز مش كتير فرق كبير, بس طلع قديش هاو مور جيتس او فانكشنال بلوكس يو كان فيت على الفيري لارج سكيل انتجريتد سيركت. عم تحكي عن مليونز بدل 10 اوف ثاوزندز, فهذا فرق برضو بالسايز والفانكشناليتي. يو كان فيت مور فانكشناليتي اون يور ديزاين. تمام. طيب احنا عشان طبعا احنا عندنا الفانكشنال بلوكس اللي راح نحكي عنهم هم اربعه. راح نحكي عن فانكشنال بلوكس بسموهم ديكودرز, بيسووا عمليه طبعا ديكودرز, فالعمليه اللي بيسووها اسمها ديكودينج. في برضه انكودرز اللي بيعملوا اوبريشن اسمها الانكودينج, وفي عندنا شيء اسمه مالتيبلكسرز اللي بيسووا عمليه بيسموها داتا سيلكشن, ومعنها مش مذكورة هون. بس في عندنا برضو one extra slide عن إشي اسمه دي مالتيبلكسر اللي هو عكس المالتيبلكسر راح نحكي عنهم. فهدول الفور functional blocks اللي مغطيين في هذا البارت. بس عشان أغطيهم أنا في البداية لازم أحكي عن إشي اسمه rudimentary logic functions. هلأ بنحكي شو هدول rudimentary logic functions وبعديهم مبلش بالديكودرز أول واحدة. rudimentary logic functions هم عبارة عن functions اللي بيكونوا بيعتمدوا أي function. يعني لما تيجي تكتب أنت function f بيعتمد على single variable بس اللي هو x, أو حتى zero variable يعني ما بيعتمد ولا على أي variable, هدول بسموهم rudimentary logic functions. إيش هم rudimentary, أديش إيش هم الموجودين rudimentary logic functions؟ rudimentary logic functions الموجودين هم أربعة اللي هم مذكورين هون. ثلاثة منهم موضحين بهاي التابل والأخير موجود على next slide. أول rudimentary functions اللي هم rudimentary functions اللي بيعتمدوا على ال diamond constant اللي هم أصلاً بيعتمدوش على variables. يعني إذا كان الfunction تبعك بيساوي دائماً صفر أو الfunction تبعك دائماً بيساوي واحد, هذا this function is called value fixing. يعني ال value تبعت الfunction is fixed, ثابتة على zero or على واحد على one يعني. وكيف هذا ممثل بالديزاين, كيف بيكون ممثل؟ لاحظ كيف مثلا انت ممكن تحط زي هيك, ممكن تحط واير سيلكت زي هذا الواير وتحط قدامه انه قيمه الواير دائما فيكست على زيرو,
أو بدل هاي يعني اللي هو اللي تحت الاف تساوي زيرو، مرات بيمثلوها زي هيك الاف تساوي زيرو، بيكون عندهم وير وهذا الوير مشبوك على هذا السيمبل، السيمبل هذا بيمثل إشي بنسميه الجراوند، أنه الوير لما توصله على الجراوند كل الشحنات راح تكون مفرغة في الجراوند، وبصير زي كأنه ما عليه فولتج، وبالتالي زي كأنه بيمثل لوجيك زيرو. بالمقابل إذا في عندك value fixing بس على value على قيمة واحد، ممكن تعمله زي هيك، بس تحط أنه الفاليو is 1 وتشبك عليها الواير تبعك، أو تستخدم إشي بنسميه الـ VCC أو الـ VDD اللي هو الهاي فولتج، يعني أنه هذا الواير مشبوك على هاي فولتج. طبعا الهاي فولتج بيعتمد على نوع الـ Integrated Circuit، هل ممكن يكون مرات 5 فولت، ممكن يكون مرات 1.8 فولت، حسب قديش الـ Integrated Circuit بتستحمل. عشان هيك إحنا ما بنحط هنا رقم، بنحط رمز، بنحط VCC أو VDD. هذول التنين اسمهم value fixing، الفانكشن ثابت إما على زيرو اللي هاي أو على واحد. طبعا هذول هون التروث تيبل لهذول الفانكشنز، بس الفانكشنز ما بيعتمد على الانبوت اللي هو الاكس، هذول الفاليو fixing التنين. في عندي الفانكشن الثالث اللي هو بنسميه transferring. transferring يعني أنك بس قيمة الانبوت مثل ما هي تطلعها على الاوتبوت، تعملها transfer، تبعتها from input to output، اللي هو إيش؟ f يساوي x، function f يساوي x مثل ما هو. إذا x is 0 الفانكشن is 0، إذا x is 1 الفانكشن is 1، وهذا بمثلوه زي هيك زي هون الشكل رقم C، أنت بس عليك تحط قيمة x وتوصلها بوير this is function equals x. هذول rudimentary logic functions اسمهم. طبعا عندنا الانفيرتنج، الانفيرتنج اللي هو f يساوي x bar اللي هو عكس الx، اللي هو بده طبعا simple gate اللي هي الانفيرتر. هذول بنسميهم rudimentary logic functions، single or zero variables، ما بيعتمدوا على أي variable أو بيعتمدوا على one variable. تمام. طبعا الأخير اللي هو enabling اللي هو هون. هلأ أنت مرات إيش يعني enabling؟ enabling أنت مرات بدك you need to بدك تسمح للinput، you want to permit أنه الinput signal to pass through للoutput، يعني تصير زي transferring، أنك تبعت الinput تعمله transfer للoutput. بس في بعض الأحيان أنت بيكون تحتاج أنه الـ input signal تمنحها، you want to block it، ما بدك تسمح لها أنها تمر، بدك تعملها block من to pass للـ output. طب لما تعمل لها block للـ output إيش بدك تحط بدالها على الـ output؟ you can choose أنك you replace it with a fixed value، يعني يا إما 0 أو حتى 1 أو حتى الـ high impedance اللي حكينا عنها اللي هي زي الـ tri-state buffers. فالإنابلينج بيصير زي هيك، إذا بدك تعمل الرودمنتري فانكشن اللي هو الإنابلينج بيصير زي كالآتي. رودمنت الانيبلينج، اذا انت عندك صراحه سيجنال اكس، وهي السيجنال مره بدك تسمح لها انها تروح على الاوتبوت، ومره بدك تمنحها، وبدك لما تمنحها يكون الاوتبوت فيكست على زيرو، بتحتاج تستخدم عشان تعمل انيبلينج تحتاج تستخدم زي اند جيت، وبدها كم الانيبل طبعا سيجنال هاي اللي بتختار انه هل تسمح للانبوت يمرق او لا. جرب مثلا هون حط لي تروث تيبل ايش بيصير when enable equals ل 0. اذا enable equal 0 f راح يكون دائما 0 و x بتكون don't care، بغض النظر شو قيمه x، معلش هون x وهون don't care هاي. فاذا عشان اذا مش حابين تتلخبطوا خلي اسم هذا الانبوت z مثلا سميه z، فهي enable هون z. اذا كان enable is 0 بغض النظر ايش قيمه z، إذا don't care if دائما صفر. فأنت زي كأنك هون إيش عامل هاي الأوبريشن إيش بنسميها، هاي أنت بتكون عامل إيش بنسميه disable، يعني أنت معطل السيركت موقفها أو معطل الانبوت، مش سامح للانبوت يمشي على الأوتبوت. أما إذا كان الانيبل واحد شغال، فحسب قيمة الانبوت، إذا الانبوت Z is صفر بيكون الفانكشن صفر لأنه هذا AND gate، وإذا كان Z is واحد راح يكون الفانكشن is واحد. فهون قيمة Z مثل ما هي بتطلع على الـ F، هذا لما يكون الانيبل is one، وهدول التنتين هذا إشي إحنا نكون هون عم نعمل enabling، إحنا سامحين للانبوت أنها تمر على تعمل pass للـ output.
طبعا يعني نفس الاشي لو انت حابب تعمل انيبل وديسيبل، بس بدك لما تعمل ديسيبل تكون القيمة بدل صفر واحد، تقدر تجيب اور جيت. هي اور جيت، هي انبوت زي، وهي الانيبل تبعي، وهي هون الفانكشن اف. لاحظ هلا التروث تيبل لما يكون انيبل صفر حسب قيمة زي، اذا زي صفر صفر اور صفر بيطلع هون صفر، صفر اور واحد بيطلع هون الجواب واحد، يعني قيمة اف هي نفس قيمة الزي. فلما يكون الانيبل هون زيرو انت بتكون عامل انيبل سامح للديزاين انه يشتغل عادي انيبل، تمام. اما لما يكون الانيبل از 1 الزي بتصير دونت كير، بغض النظر شو قيمة زي، هذا دائما واحد، وهون انت بتكون عامل ديسيبل للسيركت، بتكون عامل ديسيبل بس الاوتبوت از اولويز فيكست على 1. صراحة في هون ملاحظة، بما انه الانيبل لما يكون صفر سوري لما يكون واحد بشغل السيركت، وهون لما يكون صفر بشغل السيركت، هذا الانيبل بسموه اكتف، هذا بسموه اكتف هاي، لانه بسمح للسيركت تشتغل لما هو يكون قيمته هاي، لما يكون قيمته واحد. اما هذا الانيبل عشان بشغل السيركت او بشغل اللوجيك لما وبطلع الانبوت للاوتبوت لما يكون زيرو بسموه اكتف لو، يعني انه هو بيعمل الانيبل لما يكون لو، يعني زيرو لما يكون زيرو، تمام. انت حسب انت ايش محتاج، حسب هل بدك اياها. هو الفرق بيناتهم انه انت ايش بدك وقت الديسيبل، هل بدك وقت الديسيبل يكون واحد ولا وقت الديسيبل يكون زيرو. اذا بدك زيرو بتستخدم اند، اذا بدك طبعا 1 بتستخدم اور. وطبعا في الخيار الثالث اللي هو احنا يعني غطيناه قبل، اذا انت بدك وقت الديسيبل يكون اصلا هاي امبيدنس، ايش بقدر استخدم اذا بتتذكروا، اللي هو التراي ستيت بفر. هاي الانيبل عندي هون، وهي الانبوت اللي اسمه زي، وهي الاوتبوت هون اللي اسمه فانكشن. This is a tri-state buffer. هون ايش بيصير لما الانيبل يكون واحد؟ When enable equal one شو بيكون F دائما بيساوي؟ Enable دائما بيكون بيساوي high impedance state، high Z. ما تلخبطوش زي هاي والزي هاي، ما لهاش علاقة، هاي زي اسم، هذه high impedance state لما الانيبل يكون واحد. وإذا الانيبل كان زيرو خلاص عادي الزي بتطلع الاف، إذا بدك أنت برضو هذا يعتبر انيبلينج، تمام. فهي 3 اوبشنز للانيبل. طبعا طب شو رأيكم هاي الانيبل شو بيكون اسمها؟ في حدا بحب يجاوب من اللي موجودين؟ نشوف مين مصحصح، يعني قصدي اكتف هاي ولا اكتف لو بهاي الطريقة. أي حدا يجاوب بك مايكروفون. في ناس مستحيين على الشات بيجاوبوا. يس اكتف هاي طبعا، يس مزبوط اكتف هاي ترو اكتف هاي. وطبعا بس بامكانك تخليها صراحه اكتف لو، اذا متذكرين كيف كنا نحط بابل هون، صح؟ اذا بحط بابل هون بصير لما الانيبل تكون صفر بيعطيني هاي امبيدنس ستيت، ولما سوري لما الانيبل يس تكون زيرو بيعطيني هاي امبيدنس ستيت، ولما الانيبل تكون واحد بيشتغل عادي. أنا بصراحة قبل شوي حكيت إشي خطأ، أنا متأسف. استنى شوي هون، أنا عكست كل إشي، كان عشان هيك في ناس ما جاوبوا يمكن كان أوكي. خليني بس أعيد اللي حكيته. سوري أنا اللي بهذا الديزاين أصلاً لما الإنيبل يكون صفر بيعطيني هاي إمبيدنس مش واحد، هي خطأي. فبالتالي بناء على هذا الإشي بتطلع هي أكتيف لو وليس أكتيف هاي، صح؟ بس أنا أصلاً كنت كاتب هون إشي غلط، كنت كاتب إذا الإنيبل واحد بيعطيني هاي إمبيدنس، وإذا الإنيبل زيرو بيعطيني هاي إمبيدنس بهذا الديزاين. إذا بضيف بابل، إذا بحط هون بابل إذا بحط هون بابل سوري شوي أسف. أوكي معلش سامحوني، شكل الواحد مش مصحصح كتير. هيك هذه صح، عند صفر بيعطيني هاي امبيدنس، عند واحد بيشتغل فهو اكتف هاي، يعني اللي جاوب اكتف هاي صح، الوجيهة جاوبت اكتف هاي جوابها صح هو اكتف هاي. بس أنا كنت كاتب هون غلط، كنت كاتب enable يساوي 1 high impedance، ولما enable يساوي 0 high impedance، ولما enable يساوي 1 بيشتغل عادي فهو active high. مزبوط صح، أنا بعتذر. أما لما يكون فيه bubble، لما يكون فيه bubble هون زي هيك، بصير أنه هو يعطيني high impedance لما enable is 1، ولما enable يكون 0 بيشتغل عادي فبصير active low. يعني مع bubble هو active low، بدون bubble هو active high. بس أنا اللي كنت كاتبه هون كان خطأ، هلأ هيك صار صحيح.
بعتذر على الكونفيوجن. طيب تمام، هدول هم بالنسبه للرودمنتري فانكشن. فخلينا صراحه نبلش بالشيء نخلص الاصعب. هلا نبلش نحكي عن الديكودرز. خلينا نحكي عن الديكودر. اول واحد من البلوكس اللي بنحكي عنهم هو الديكودر. طيب الديكودر ايش بيعمل كسيركت؟ بيعمل عمليه بنسميها ديكودينج، اكيد ما هو اسمه ديكودر. ايش هي الديكودينج؟ ايش بتسوي الديكودينج؟ الديكودينج بتحول، بتعمل كونفرجن من ان بت، يعني انا بعطيها ان بت انبوت، الانبوت تبعي بيكون الويدث تبعه عدد البيتس فيه ان، هو بيحول لي اياهم لكود مميز عدد البيتس تبعونه ام. تمام، بس في علاقه بين عدد البيتس اللي على الاوتبوت اللي هم ام وعدد البيتس اللي على الانبوت اللي هم ان، such that انه عدد الاوتبوتس ام has to be greater than or equal n less than or equal 2 to the power n. تمام، وsuch that في هنا شرط، such that each valid code word، يعني كل قيمة للانبوت لازم has to produce a unique output code. يعني ما بصير two input يعطيك نفس الoutput. كل output هنا this is a very important point، لازم كل واحد من الانبوت يعطيك output unique مميز عن الoutputs الثانية. ما بصير two inputs give you the same output. هذا الاشي بنسميه ديكودر، وعادة الديكودر هيك بيكون اسمه N to M line decoder، وزي ما قلنا where M لازم تكون أقل من أو تساوي 2 to the power N وأكبر من أو تساوي N. وهلأ باجي بحكي عن هاي النقطة. فخليني this is the 1 to 2 line decoder هلأ بنحكي عنه، بس خليني أحول للبورد عشان برضو أشرح بطريقة. يعني اللي احنا عم نحكي انه الديكودر، سوري، الديكودر كبلوك دياجرام عم بقدر ياخذ عدد n inputs، بقدر وبطلع لي هون عدد من الاوتبوتس اللي هو بيكون مثلا m، العدد m هون. فشو بسموه الديكودر؟ بسموه هيك n to M، انت عم بتحول from N to M عدد البيتس line، مرات بحطوا كلمة line مرات ما بحطوها، line decoder. okay. هلا normally الوضع الطبيعي انه M تكون بالضبط تساوي، هذا الوضع الطبيعي انه M تكون بالضبط تساوي 2 to the power N، بس عادي مسموح في بعض الحالات تكون M اقل من 2 to the power N، بس اهم اشي تكون برضو اكبر من او تساوي N، هذا الشرط تبعها. بس هي نورمالي الوضع الطبيعي انه M تكون تساوي 2 to the power N، هذا بيكون full decoder. فعادة انت الديكودر بيكون اسمه N to 2 to the power N line decoder، هيك بيكون عادة الديكودر. وهم اشي زي ما قلنا انه كل input، كل قيمة من الانبوت تعطيك قيمة مميزة على الاوتبوت، ما يكون في two inputs بيعطوك نفس الفاليو على الاوتبوت. هاي الفانكشناليتي تبعت الديكودر. طيب خلينا نشوف أصغر ديكودر شو راح يكون لما N إيش تساوي؟ لما N تساوي واحد، هذا أصغر ديكودر، فيش أصغر من واحد، واتيها راح يكون 2 to the power 1، يعني 1 to 2 line decoder. خلينا نشوف هذا الديكودر كيف الفانكشنال بلوك تبعته، كيف الديزاين تبعته، وبعدين نحكي عن اللي بعديه زي 2 to 4 وهكذا. أوكي. طبعا هلا الشرح هذا كله اللي أنا راح أحكيها هو موجود على السلايد، بس أنا عشان أورجيك إياه على البورد. 2-2 line decoder. تمام؟ هلا إذا أرسم له البلوك تبعه، مش قلنا لكل واحد من هدول الـ functions له بلوك. 1 input 2 output زي هيك. شو بنسمي عادة؟ الأسماء صراحة زي ما بدك، بس أنا عم بورجيك الاسم اللي موجود على السلايد واللي هو برضه موجود في الكتاب. عادة بسموا الـ input A، لانه بيعتبروا انه الانبوت زي كانه بيمثل ادرس، فهي اختصار لكلمه ادرس، فاجوا حكوا زي عنوان يعني، فاجوا حكوا سموها A. الاوتبوت بيستخدموا له الكاركتر حرف الدي فور داتا دي، وبس عشان في عندي تو اوتبوتس، واحد منهم ببلش يعد زي كانهم ارقام عادي، زي كانهم بوزيشن، بحكي دي 0، يعني بحط بيعطي لكل واحد من الاوتبوت نمبر دي 0 D1.
تمام زي هيك. والدي هنا هم مختصرين هلا داتا، بس بصراحة ما في أي مشكلة إذا واحد أجا حكى أنا بدي أسمي هذا الانبوت X وبدي أسمي الواي Z0 Z1 أو حتى تسميهم X W F عادي ما بفرق. بس هلا بورجيك ليش أسهل تستخدم هذه النيمينج أبروتش. لو أجيت أعمل التروث تيبل لهذا ال 1 to 2 decoder لازم أحط الانبوت التروث تيبل دائما الانبوت على الرايت سايد والاوتبوت هيدي 1 أو هيدي 0 بعدين ما بفرق طبعا برضو هيدي 1 هون أوكي تمام. وهيدا أحط الاحتمالات، الاحتمالات تبعتي تبعت الانبوت هي إما 0 أور 1 ما فيش غيرها، يعني يا هون يا صفر يا واحد. إيش راح يطلع عندي الاوتبوت؟ لاحظ كيف الديكودر بيشتغل. هون النقطة is very important للي أول مرة بيشوف الديكودر. لما الانبوت A يكون صفر اللي واحد واحد بس من لكل قيمة من الانبوت، الديكودر هيك بيحكي لكل قيمة من الانبوت لازم واحد من الاوتبوت يكون بس 1 والتاني لازم يكون 0. فلما يكون الانبوت صفر مين هو الاوتبوت اللي بيكون واحد؟ الاوتبوت اللي رقمه اللي الرقم تبعه بيساوي الانبوت. فدي 0 هي اللي رقمها بيساوي قيمة الانبوت الحالية اللي هي صفر، فبحط عنده واحد والتاني بحط عنده صفر. لما يكون دي بتساوي لما يكون A بيساوي واحد دي 1 رقمه بيساوي قيمة الانبوت فبحط عنده واحد ودي 0 بحط عنده صفر. فالاوتبوت تبع الديكودر ولقدام شوي بوضح لك شو استخداماته الديكودر، بس هلأ مبدئيا أنا عم بشرح لك الفانكشناليتي تبعته. شو بيسوي الديكودر؟ لكل قيمة من الانبوت لازم بس واحد من الاوتبوت. طلع كيف هلا انت لما تتفرج خد هاي الحاله كل حاله لحالها، لما كان الانبوت 0 طلع عندي الاوتبوت زي هيك، لما كان الانبوت 1 طلع عندي الاوتبوت زي هيك. فالاوتبوت كل مره مميز لانه انت كل مره بس عم تسمح لواحد من الاوتبوت يكون 1. تمام. في اي سؤال لغايه هون قبل بيفور وي بروسيد؟ في حد عنده ما فهم ما فهم شيء؟ اي سؤال من خلال raise your hand or you can ask your question. واضحة؟ تمام. أوكي. صباح الخير دكتور. صباح النور. تفضلي. دكتور هنا ليش اخترنا إنه عندي 0-1 هي كانت ولا إنه أي واحدة بتكون ما بفرق؟ يعني مثلا قصدك هون بالرول الاول انه ليش دي 0 هي ال1؟ لانه قيمه الانبوت لهي الرو قديش قيمه الانبوت؟ صفر صح؟ 0. فاخترت الاوتبوت اللي رقمه نفس قيمه الانبوت دي 0 هي صفر هون حطيت واحد هون ولما كان 1 حطيت عند الدي 1 واحد هيك هيك بقدر بيشتغل بالضبط. اوكي شكرا على السؤال. وهلأ بنكمل. هلأ طبعاً أنا عشان أصمم هذا الديكودر بحتاج أني أطلع الإكويشن لكل واحد من الأوتبوت زي ما كنا عادة بنعمل. فكيف إحنا متعلمين نسوي؟ ناخد كل أوتبوت لحاله، باخد دي زيرو، باخد هيك العمود تبع دي زيرو، وباخد العمود تبع دي ون، وبطلع لكل واحد منهم الإكويشن. شو علاقة دي زيرو بA؟ إيش دي زيرو؟ إيش يساوي؟ لاحظ إذ لما A كانت صفر دي زيرو كان واحد، ولما A كانت 1 D0 كان 0 العكس. فبطلع الإكويشن تبعت A D0 هي A bar مزبوط. وشو علاقة D1 في الA؟ لما 0 أعطاني 0 ولما 1 أعطاني 1 فمعناته D1 هي A. فمعناته إيش السيركت، إيش الديزاين اللي موجود جوا هذا البلوك جوا هذا المربع؟ هو بس عبارة عن هيك. لاحظ هلأ في عندي مستخدم أنا two rudimentary functions. الأول اللي هو الانفيرتينج فانكشن اللي هو الانفيرتر، والثاني اللي هو اسمه سميناه ترانسفيرنج اللي هو بس انه واير هيك. هاي انبوت A والاوتبوت اللي هون this is D0 اللي هو يساوي A bar، والاوتبوت اللي هون هو D1. هاي الرسم اللي هون this is a 1 to 2 line decoder. تمام واضح الفكره؟ بديش فيش وسع اكمل كلمه decoder، بس this is a 1 to 2 line decoder. هاي الرسمه هي اللي موجودة جوا هذا البلوك. واضحة؟ أرجو أن يكون الإشي واضح. طيب خلينا نروح على الإشي يعني أعمل الديكودر الأكبر من هذا الديكودر. إيش هو الديكودر الأكبر من هذا الديكودر؟ اللي هو لما يكون N بتساوي الديكودر الأكبر من هذا الديكودر هو لما يكون N يساوي 2. فبصير عندي 2 to 4 decoder.
اوكي فبدي اعمل هلا هو n to 2 to the power n بس انا بدي احط عند n 2 فبصير 2 to 4 line decoder فهذا كبلوك دياجرام لاحظ هلا البلوك هلا زي هيك هي 2 inputs وهي 1 2 3 هي 4 outputs تمام شو بنسميهم هلا طلع النيمينج النيمينج كونفنشن اللي مستخدم بس خليني اتاكد من شغله خليكم معي اوكي طيب هلا احنا قبل شوي لما كان 1 input سميناه A هلا عشانهم 2 input ضلني استخدم A كحرف عشانه address بس بدي اعطيه رقم فبرضه نفس الشيء بنبلش الارقام عادة من 0 A 0 A 1 ونفس الشيء هون الـ outputs تبعوني 4 outputs D هي D 0 هي D 1 D 2 and D 3 الأخيرة من D 0 ل D 3 كـ truth table طلع truth table هي A 1 و A0 لازم لما ترتب الانبوت في التروث تيبل بدك تنتبه على شغله لازم لما ترتب الانبوت في التروث تيبل تحط الموست سيجنيفيكانت على اليسار فهون مين الموست سيجنيفيكانت A1 لانه له البوزيشن الاعلى هلا الاوتبوت ترتبهم زي ما بدك ممكن ترتبهم تبلش من عند D3 بس احنا في السلايدات بنبلش من D0 بس عادي زي ما بدك تقدر ترتبهم يا اما من الليست للموست او من الموست للليست اما الانبوت دائما بتبلش لي من الرايت بيكون الليست وعلى الليفت بيكون الموست هلا انا عندي هون اربع احتمالات هي 0 0 0 1 1 0 1 1 ما فيش غيرهم هلا انتبه زي ما حكينا قبل شوي لما الانبوت هلا بدك تاخذ التو بيتس مع بعض لما الانبوت 0 0 0 0 يعني هذا لو حولتها لديسيمال بتضلها 0 فاي اوتبوت راح تختار يكون 1 اوتبوت دي 0 لانه رقمه اللي هو 0 بيساوي قيمه الانبوت اللي هي 0 برضه فهي راح احط عنده 1 والباقيين راح يكونوا كلياتهم 0 لما قيمه الانبوت تكون لما قيمه الانبوت تكون 0 1 0 1 في الباينري هي 1 في الديسيمال يعني واحد فبالتالي اي واحد من الاوتبوت هو اللي راح يكون 1 اللي هو دي 1 والباقيين بيكونوا 0 1 0 على الانبوت يعني 2 فدي 2 هي اللي بتكون شغاله والباقي بيكون 0 1 1 يعني 3 فكل هدول بيكونوا 0 ودي 3 هي اللي بتكون 1 فمره ثانيه نفس الخاصيه اللي حكينا عنها قبل شوي لكل قيمه من القيم تبعت الانبوت عم بيطلع عندي اوتبوت مميز ليش بيكون الاوتبوت مميز لاني انا عم بحرص انه كل مره يكون بس واحده من الاوتبوت 1 والباقيين يكونوا كلياتهم 0 تمام ودائما رقم الاوتبوت اللي بيكون 1 هو نفسه قيمه الانبوت 1 1 اللي هي 3 في الديسيمال فدي 3 كان هو ال1 واذا طبعا بدي اطلع المعادلات من هون المعادلات عندي سهله بس بدي اخذ كل واحده من الاوتبوت لحال بدي اخذ دي 0 لحال وهكذا كل واحدة من هدول الاوتبوت لازم اخذها واكتب لها المعادلة تبعتها تمام فاذا باجي بناء على هيك بكتب المعادلات ايش بطلع عندي المعادلات تبعتي دي 0 دي 0 امتى كانت 1 بس بحالة واحدة صح دي 0 كانت 1 امتى لما A1 كانت 0 و A0 كانت 0 فبقدر اكتب الايكويشن زي هيك A1 بار ANDED مع A0 بار صح؟ زي هيك اثنين لازم يتحققوا الشرطين طب D1 إمتى كان D1 واحد؟ D1 كان واحد لما كانت A1 بار و A0 كانت واحد اللي هي صفر واحد D2 اللي هي عبارة عن A1 A0 بار هاي اللي هون عندي وآخر شغلة اللي هي D3 اللي هي A1 AND A0 في حدا عنده أي سؤال على الفانكشناليتي أو على الإيكويشن لغاية هون تبعت الـ 2 to 4 decoder تمام لو بدي أعمل implementation يعني لو بدي أرسم السيركت لهذا الديكودر كيف راح يكون السيركت طلع عندي بحتاج لـ 2 inverters 2 inverters هي A0 و A1
وبحتاج لأربعة two input أربعة two input and gate. واحدة راح يكون الأوتبوت تبعها D0 D1 D2 and D3 مزبوط. وهلا بضل علي بس توصيل. مثلا أنا بعرف أنه الأولى اللي هي D0 لازم تأخذ من A0 bar اللي هي بعد الانفيرتر و A1 bar بعد الانفيرتر. ال D1 الإكويشن تبعتها A1 bar بس A0، فهي A0 مثل ما هي بتيجي، وال A1 bar بأخذها بعد الكمبليمنت زي هيك. D2 A1 مثل ما هي وال A0 bar، هي A0 bar وال A1 مثل ما هي، وآخر إشي A0 و A1 مثل ما هم، هي بوصلهم لهم. هيك الديزاين تبعي. This is a 2 to 4 decoder، يعني الديزاين اللي موجود جوا هذا البلوك is this one here. في أي سؤال لغاية هون على 2 to 4 decoder؟ طيب هلا بدي أحكي، بدي أسألك، تحكي لك شغلة، أنه الديكودر إله اسم تاني بديش أمحي عشان هو مرتبط بالإشي اللي مكتوب هون. الديكودر إله اسم كتير مشهور يعني لإله، غير الديكودر بسموه من تيرم. طلع إيش الاسم؟ من تيرم شو؟ جنريتر. من وين أجى هذا الاسم؟ ليش بيسموه الديكودر من تيرم جنريتر؟ اتفرج هون على الأربعة أوتبوتس تبعون الديكودر اللي هم D0 ل D3. مش كل واحدة منهم، مش كل واحدة من هدول الأوتبوت بتمثل واحد من المينتيرم. يعني أنا، إحنا علمناكم لما يكون عندك two variables، واحد اسمه x و y، two variables زي هيك، شو المينتيرمز تبعونك لما يكون عندك two variables؟ أربعة مينتيرمز، x bar y bar اللي هم مينتيرم zero صح، و x bar y اللي هو مينتيرم one، و x y bar اللي هو مينتيرم two، و x y اللي هو مينتيرم three. مزبوط، هذا الشيء اللي طيب. طب انا افترض انه الاسماء الانبوت بدل اكس وواي، افترض انه اسماء الانبوت بدل ما هم اكس وواي، افترض انه اسمائهم A1 A0، شو راح يكونوا المينتيرم تبعونك؟ مينتيرم 0 راح يكون A1 بار A0 بار اللي هو نفسه D0، ومينتيرم 1 راح يكون 0 1 فهو A1 A1 بار A0، ومينتيرم 2 راح يكون A1 A0 بار، ومينتيرم 3 راح يكون A1 A0. واقعيا كل واحدة من هدول الـ D هي تمثل واحد من المين تيرم لهدول الـ two variables الـ A1 A0. عشان هيك انت زي ايش عم بيسوي الديكودر، انت عم تعطيه two inputs وهو عم بيطلع لك اربعة outputs اللي هم الاربعة مين تيرم تبعون هدول الـ two variables. وهذا بنطبق على اي ديكودر موجود، سواء على الـ 1 to 2 اللي شرحناها قبل شوي، الـ 2 to 4 او حتى 3 to 8 وهكذا، كله هذا بنسميه مين تيرم جنريتر. بس راح تتوضح أهمية المين تيرم جنريتر لقدام شوي، لسه مش هون، بس على الأقل بديك تكون عارف ليش بيسموا الديكودر مين تيرم جنريتر، لأنه الأوتبوتس هي تمثل المين تيرمز للفاريابلز. أي سؤال؟ بدي أرجع شوي على السلايدات. هدول مش هدول السلايدات اللي قدام، بس ايش دقيقة بس شوي. اوكي تمام. فهلا انتم هيك شايفين this is اوكي. هي عندي هون انا this is a 2 to 4 decoder، وهي المعادلات مكتوبه هون، وزي ما قلنا this represent a min term generator. هلا في ملاحظه ثانيه هون بال 2 to 4 decoder، انه اذا بتلاحظ ال 2 to 4 decoder من ايش عملنا الديزاين تبعه، شو السيركت تبعته كان فيها. طلع انت A0 شو عملت لها؟ A0 اخذت A0 ودخلتها كانفرتر او مثل ما هي، وبرضو A1 دخلتها على انفرتر او اخذتها مثل ما هي. هدول الاثنين بيمثلوا
1 to 2 decoders، لأنه أنا قبل شوي الـ 1 to 2 decoder كيف كان شكله؟ هاي عندي A مرة كإنفيرتر ومرة زي ما هي، هذا كنت أسميه 1 to 2 decoder. طب ما هاي الـ 1 to 2 decoder هي مكررة مرتين، مرة لـ A0 ومرة لـ A1. فالـ 2 to 4 decoder 2 to 4 decoder مكون من 2 1 to 2 line decoders وأربعة و4 2 input and gate، صح؟ هذا هو الديزاين. هلا بحكي لك ليش انا عم بحكي عن هذا الشيء، لاني بدي احكي هلا عن طريقه اسمها الديكودر اكسبانشن، بقدر استخدمها لما بدي اعمل ديكودرز لارج ديكودرز، لما بدي اكبر الديكودر اكثر من هذا ال2 تو 4، لما بدي اروح على 3 تو 8، في عندي اكثر من طريقه للتصميم تبعته، واحده منها اسمها الديكودر اكسبانشن. فهلا انا راح اورجيك طبعا التو ابروتشز، بس اول شيء اوضح لك شو هي شو الديكودر اكسبانشن، شو البروسيجر تبعه. اذا بدك تصمم ديكودر السايز تبعه هو n to 2 to the power n line decoder، في عندي بروسيجر اسم بسموه ديكودر اكسبانشن اللي هو كالاتي. البروسيجر هذا فيه ثلاث خطوات 3 steps. اول شيء عشان هذا البروسيجر بنعاد، يعني طلع في عندي هون في عندي ريبيت، مرات بضطر اعيد البروسيجر او مش بضطر، راح اضلني اعيد البروسيجر لحد ما اوصل لعند نقطه معينه. فبالبدايه اول خطوه في البروسيجر اني استخدم فاريبل ثاني اسمه كي اللي هو راح استخدمه لللوب تبعتي للايتريشن، بحط فيه قيمه ان الاولى، اول قيمه لان اللي بدي اصمم. بعدين باجي بحكي عشان اعمل هذا الديكودر بدي استخدم 2 to the power k 2 to the power k two input and gates، وهدول two input and gates driven باستخدام driven as follows. طبعا ممكن يكونوا driven بالحالتين، راح يكونوا driven using two decoders، بس size تبع decoders بيختلف هل قيمة k is even أو odd. وبضطر أعيد هذا ال procedure multiple times. صعب بصراحة أوضح لك إياه هون من خلال بس الحكي، الexamples هو اللي بوضح هذا الإشي أحسن. فأنا خليني أبلش أعطيك إكزامبل على ديكودر اللي هو 3 to 8 line decoder، وأورجيك كيف بستخدم الديكودر expansion في هذا في هاي الطريقة في عشان أبني 3 to 8 line decoder. راح أحول للبورد وأورجيك ونشرحها مع وأشرح لكم إياها. طيب هلا بصراحة لو أنا جيت قلت لك انسى الديكودر اكسبانشن، قلت لك والله أنا بدي أعمل 3 to 8 ديكودر، أعمل لي 3 to 8 ديكودر 3 to 8 ديكودر. يعني كبلوك دياجرام هذا اللي هون له 3 inputs، بدي أحط الأسماء برا عشان يكون في وساعة. هي A0 A1 A2، لاحظ نفس الأبروتش. الأوتبوت تقدر تكمل لغاية D، إيش آخر واحدة راح تكون؟ D7، مظبوط. من الملاحظة اللي حكيت لك إياها أنه الديكودر is a minterm generator، تقدر بدون ما تحط لي truth table تقدر تعطيني معادلة D0 بدون ما نحط لي truth table. فكر فيها ويعني احكي مع حالك، بما أنه D0 هو نفسه minterm 0 لازم يكون، يعني D0 بيكون واحد إمتى؟ لما يكون A2 bar A1 bar، هاي في بناتهم AND و A0 bar، صح؟ إذا كلياتهم كانوا صفر D0 بيكون واحد، ببقية الحالات كلياتها D0 راح يكون صفر. أما مثلا D1 شو راح يكون؟ D1 راح يكون A2 bar A1 bar A0 اللي هي صفر صفر واحد، اللي هي نفس قيمة الواحد اللي هون decimal من term 1. D2 A2 bar A1 A0 bar صفر واحد صفر تنين وهكذا. في حدا مش متبع معي شو كيف عم بعمل الإكويشن A1 A0 اللي هي 0 1 1 3 وهكذا لغاية ما توصل ل D7 اللي هو إيش راح يكون؟ عبارة عن A2 A1 A0 اللي هو من تيم 7 كلياتهم 1. في حدا عنده سؤال على هاي الإكويشنز؟ مش عارف كيف طلعناهم بدون ما أعمل التروث تيبل. هاي بيست على المعلومة أنه الديكودر إذا من تيرم جنريتر، وكيف كل واحدة من الأوتبوت هي واحدة من المين تيرم، فD0 هي من ترم 0 وهكذا، D7 هي من ترم 7 وهكذا. طيب فمعناته إذا أنا بدي أصمم هذا الإكويشن اللي هون، كيف راح تكون السيركت تبعتي؟ كيف راح يكون شكل السيركت؟ حسب ما قبل شوي رسمنا، متذكرين قبل شوي، بإمكاني أعمل زي هيك، أجيب 3 inverters، صح؟ هي 3 inverters
مع ال ومرة زي ما هم ومرة transferring. هي هون A0 هي A1 وهي A2. وممكن تجيب كم من AND gate رح يلزمك؟ رح يلزمك 8 AND gate، كل واحدة منهم إلها كم من input؟ إلها 3 inputs 1, 2, 3 وهكذا. أنا مش راح أرسمهم كلهم، آخر واحدة زي هيك، كل واحدة من هدول بتعطيني واحد من الأوتبوت، وآخر شيء طبعا راح يكون D7. وأنا بعرف أنه D0 زي ما كتبنا بالإكويشن قبل شوي هي A0 بار A1 بار A2 بار. أما مثلا D1 هي A0 بدون complement، A1 لازم مع complement زي هيك، و A2 برضو لازم مع complement. هذه D1، D2 وهكذا صح. D مثلا 7 بدي أخذ A0 بدون complement، هاي D7. A1 برضو بدون complement، هاي من هون، و A2 بدون complement true، هاي this is would be D7 صح. هذا الديزاين تبعي، this is هذا الديزاين اللي أنا رسمته is a 3 to 8 decoder. بس هذا أنا ما استخدمت هون الديكودر expansion، استخدمت شيء بنسميه the traditional approach. هاي الابروتش العادية، شو مشكلة هاي الابروتش؟ قبل شوي لما عملنا 2 to 4 decoder كان قديش السايز تبع الاند جيت؟ كان كل اند جيت لها 2 input. لما صرنا 3 to 8 decoder قديش صار عدد الانبوت تبعون الاند هون؟ 3. تخيل لو بدك تعمل 4 to 16 كان راح تتوقع ايش راح يصير الانبوت هون؟ 4. 5 to 32 راح يصير 5 6. كل مره الاند جيت عم تكبر، والاند جيت لما تكبر بتصير يعني بتعمل لك مشاكل. اصلا هم ما بيصنعوا كثير اند جيتس كبيره، عاده الاند جيتس ماكسيمم 2 او 3 وهكذا. فعشان هيك الديكودر اكسبانشن شو الفكره فيه؟ شو الفكره في الديكودر اكسبانشن؟ انك انت تلتزم باستخدام بس 2 input AND gate. يعني ممنوع تستخدم 3 input AND gate زي هيك في طريقة الديكودر expansion اللي مشروحة بالكتاب. طبعا هذه حسب المشروع بالكتاب، انه بالديكودر expansion انا بدي التزم ب 2 input AND gate. طيب كيف معناته هاي مش الديكودر expansion، هاي الـ traditional approach، بس هاي طريقة صحيحة عادي بتعطيني ديكودر. بس قبل ما اروح واشرح لك طريقة الديكودر expansion، بدي أسألك، لو بدي أحسب هون لهاي السيركت الـ GN cost، متذكرين كيف كنا نحسب الـ GN cost شباب؟ بعرفش أنا صراحة طلابي دكتور فهد، بس يعني أنا شرحت لطلابي أنه الـ G أصلا الـ cost هو الـ GN، هو في النهاية بيمثل عدد الويرز، عدد الأسلاك اللي موجودة في السيركت، مضاف لإلها يعني بتعد عدد الأسلاك اللي موجودة عندك في السيركت كامل، مفروض يعطيك الـ GN. أو أنك بدك تقعد تكتب الترم وتحسب L وعدد الترمز وبعد عدد الترمز تحسب عدد الانفيرترز. هون عدد الوايرز، في حدا بيقدر يساعدني بعدد الوايرز قديش ويعطيني الـ GN؟ عندنا كم من AND gate؟ عندنا 8 AND gate صح؟ 8 AND gate، كل واحدة كم من وير داخل عليها؟ كم من select؟ 3. فهي 8 ضرب 3 صح؟ زائد إيش في كمان أسلاك أنا ما حسبتها؟ غير أنه كل واحدة من الاند إلها 3 أسلاك داخل عليها، بدك تنتبه على شغلة، أنه هذا الانفيرتر، أنه this inverter في إله select طالع منه، هذا اللي هو هيو اللي جاي على A0 A1 A2. ففي عندي حسب عدد الانفيرترز في عندي كمان 3 أسلاك 3 wires مشبوكين على الانفيرترز. فقديش الـ GN cost هون؟ 27. 8 ضرب 3 اللي هم الانبوتس تبعون الاند جيت، والثلاث اللي هون اللي هم الانبوت تبعون الانفيرتر. فعدد الوايرز هو 27 واير، الـ GN cost لهاي السيركت هو 27. هلا بحكي لك ليش حسبته، بس خليك متذكر هذا الرقم. طب خلينا نيجي على الطريقة الثانية اللي هي طريقة الديكودر إكسبانشن، ونفهم كيف الديكودر إكسبانشن بيشتغل، أو كيف يعني بطبق الديكودر إكسبانشن عشان أعمل الـ 3 to 8 ديكودر. طلع طريقة الديكودر إكسبانشن إيش بتحكي. أول إشي في البداية بنصحك تعمل رسمة زي اللي راح أسويها زي هلأ. الديكودر إكسبانشن فيها خطوات، بتقول أول إشي، هاي الخطوة الأولى، حط قيمة K تساوي N اللي هي N هون 3، هاي K يساوي 3، هاي الخطوة الأولى. بعد فبقول لك هو الخطوة الثانية أنك راح تحتاج 2 to the power K، يعني 2 to the power 3 بهاي الحالة، 2 input AND gate في الديزاين تبعك، 2 بس 2 input، لاحظ ثبت على 2 input. فلما أجي أرسم الديزاين two
2 to the power 3 اللي هي 8. تمام، هاي هون 8 2 input and gate. هدول 2 to the power 3 2 input and gate are driven. شو يعني driven؟ driven as follow. شو يعني driven as follow؟ driven يعني الانبوت تبعهم من وين بيجي. هذا معنى شو يعني كلمة driven، من وين جاي الانبوت تبعهم. is driven as follow. طلع بدك تشوف هل قيمة k الحالية اللي هي 3 هل هي even ولا odd. يعني بدك تشوف في حل للeven وفي حل للodd للفردي. هلا هي عشانها odd فردية، هدول الجيتس are driven في الحالتين they are driven باستخدام two decoders. دائما راح تضيف two decoders. انت هي انا راح احط جوا هدول المربعات راح احط الديكودرز تبعوني. اوكي هلا بتشوف ليش انا هاد. هلا بما انه k اللي هي 3 is odd، قديش السايز تبع هدول التو ديكودرز لما يكون odd الk؟ لما يكون الk is odd الديكودرز هيك لازم يصير السايز تبعهم k. واحد منهم راح يكون k زائد 1 على 2 2 to the power k زائد 1 على 2، والثاني بده يكون k minus 1 على 2 to 2 to the power k minus 1 على 2. ال k بما انها 3 زائد 1 4 على 2، يعني هذا بيصير اللي هون بصير القيمه هون 2 2 to the power 2 to the power 2 يعني 2 to 4 decoder. والصغير اللي هون اللي هو 3 minus 3 minus 1 اللي هي 2 على 2 اللي هي 1، فبتصير 1 to 2 decoder. يعني بدي 2 decoders. هذا الكبير بده يكون عبارة عن 2 to 4 اللي هون، واللي تحت هذا عبارة عن 1 to 2 decoder. كيف شكل ال 1 to 2 decoder؟ أنا بعرف أنه شكله زي هيك inverter. هي ال 1 to 2 decoder زي هيك. هلا 2 to 4 decoder إيش بتحكي لك ال decoder expansion؟ بما انه هذا لساته ما وصل لواحد اللي هو اصغر شيء، بدك ترجع تفوت على هاي الخطوات وتعيدها مره ثانيه. بس هلا صارت قيمه k بدل 3، انت هلا بدك تصمم 2 to 4، فصارت قيمه k 2 هاي المره. هاي k هلا صارت 2 هون بهاي الحال. فبقول لك هو بما انه صارت k 2 عشان تصمم هذا الديكودر بدك 2 to the power k يعني 2 to the power 2 اللي هم 4 2 input and gate. فهي حطيت 4 two input and gate. هاي 4 هون two input and gate زي ما أصلا إحنا هيك صممناه قبل شوي طلع معنا هو. and هدول الأربعة two input and gate driven as إيش؟ هل k is even ولا odd؟ هاي المرة k is even. k هلأ صارت تساوي 2، فبالتالي إيش الديكودرز تبعوني راح يكون السايز تبعهم. يعني هون راح أحط برضو two decoders صغار هيهم، هاي راح أحطهم جوا مربعات عشان أنا بميزهم. عشانها even طلع عشانها ال k is even، فبيقول لك ال two decoders لهم نفس السايز اللي هو k على 2 to 2 to the power k على 2، والثاني نفس الاشي k على 2 to 2 to the power k على 2. قديش ال k تبعتنا؟ k تبعتنا 2، فهي 2 على 2 is 1 2 line decoder و 1 to 2 line decoder. يعني 2 decoders اللي راح يعملوا feeding هدول 1 to 2 line decoders الاثنين. هاي رسمتهم جوا هيك، هاي ال 1 to 2 line decoder اللي هو الانفرتر زي هيك. هل في اصغر من هيك؟ هل في بقدر اصغر اكثر من هيك؟ خلص ما فيش اصغر من هيك. هلا بتوقف وبضل هلا عليك توصل تعمل التوصيلات. وموضوع التوصيلات صراحه is very important عشان انت يطلع معك الديزاين الصحيح. فهلا ركز معي بموضوع التوصيل. اوكي ركز معي بموضوع التوصيل. نيجي هون، هذا اول انبوت. انا بعرف انه هذا لازم يكون دي 0 صح، لانه هذا 3 to 8 line decoder. واخر هذا الاوتبوت هو دي 0، اخر اوتبوت هون هو دي 7 مثلا، هذا اللي هون هو دي 1 وهكذا دي 2 وهكذا. طيب انا بعرف اوريدي شو معادله A0، انا بعرفها من المين تيرم جنريتر. بعرف انه 3 to 8 decoder دي 0 لازم يكون A2 بار A1 بار A0 بار. كيف بدي اجيب هاي؟ كيف بدي اجيب هاي المعادله؟ لاحظ انه انت عندك اذا بتتفرج على هاي السيركت مين هم الانبوتس اللي على اقصى اليسار ليفت موست؟ ما فيش عندي غير هدول الانبوت تبعون ال1 تو 2. فعاده احنا بنسميهم بالترتيب، هذا اول انبوت هون هو بنسميه A0، وهذا الانبوت اللي هون بنسميه A1، وهذا الانبوت اللي هون بنسميه A2. الانبوتس تبعوني الثلاثه تمام. هلا هدول لما تتفرج على هذا البلوك الصغير،
هذا 2 to 4 decoder يعني لازم يطلعني هون الأربع احتمالات. شو هم الأربع احتمالات اللي بدي إياهم للـ A0 والـ A1؟ أول واحدة A1 bar A0 bar، هاي كيف بجيبها؟ اللي هي من term 0 بشبك A0 complement مع A1 complement على هاي الجيت زي ما سوينا قبل شوي. طب الثانية إيش هي؟ A1 bar A0 وهكذا بشبك A1 bar هاي A1 bar مع الـ A0 العادية. أوكي؟ هاي هنا في complement انتبه. والتالي وهكذا. أوكي؟ هذه بتصير A1 A0 bar فهي A1 وهي A0 bar وآخر واحدة اللي هي A1 A0 هاي هون A1 وهي سوري هاي A0 وهي A1 تمام؟ طيب هلأ شو ضل علي أعمل؟ كيف بدي أجيب على D0 A2 bar A1 bar A0 bar؟ هاي الـ A2 bar صح طلع هلأ هذا خليني أستخدم another color. هاي أخذت هون هاي الـ A2 bar بالواير الجرين وهي الـ A1 bar A0 bar مع بعض، إذا بعملهم AND مع بعض شو بصير التوتال هون على الأوتبوت؟ بصير هاي الإكويشن اللي أنا بدي إياها. طيب D1 شو الإكويشن تبع D1؟ الإكويشن تبع D1 هاي راح تبعون عشان فيش إلا وساعة A2 bar A1 bar A0 صح؟ إذن كيف بجيبها؟ A2 bar هيها من هون هي A2 bar هي نفسها بس هذه الـ D1 بدل ما أخذ من A1 bar A0 bar بأخذ من A1 bar A0 بدون bar تمام؟ يعني أنت كل مرة صراحة لكل واحدة من هدول الجيتس مش عددهم 8 كل مرة بدك تأخذ واحدة من هون مع واحدة من هون واحدة من هون مع واحدة من هون مرات بتأخذ الـ A2 bar لما توصل عند D4 عند رقم 4 D4 إيش الإكويشن مثلا تبع D4؟ D4 هي A2 A1 bar A0 bar اللي هي 1 0 0 4 فلازم أخذ من A2 مش من A2 bar بأخذ من A2 وعشان بدي A1 bar و A0 bar باخذ من الأول من هاي من أول واحدة هون باخذ زي هيك سلك وبوصل تطلع معاي الـ D4 بالشكل الصحيح تمام؟ في أي سؤال على هاي الرسمة؟ هلا بورجيك إياها الرسمة على الكتاب بس على السلايد تشوفها أوضح وأنا شوي يعني تعجأت معنا بس هذا الإشي اللي سويناه للـ 3 to 8 decoder قسمناه وآخر إشي طلعت معاي الرسمة زي هيك تمام؟ وهي التوصيلات تبعتها عفوا. طيب هلأ هون في حدا بقدر يساعدني ويحكي لي قديش خليني أرجع شوي للبورد قديش الكوست بالسيركت الجديدة هاي اللي معمولة هذه الطريقة اسمها decoder expansion لأنها بس تستخدم two input and gate لهاي الطريقة decoder expansion قديش الكوست تبعي قديش الكوست للديكودر احسب عدد الوايرز يعني الجي ان كوست طبعا انا عم بحكي زي ما قبل شوي حسبنا الجي ان كوست لازم احسب برضه هون الجي ان كوست عشان اكون فير الجي ان كوست قديش هون بيساوي اول إشي عندك هون 8 اند جيت كل واحده منها لها 2 انبوت يعني 2 وايرز فهي 8 ضرب 2 احسب تبعون الاند جيت تمام زائد برضه عندك هون 4 اند جيت وكل واحده منهم لها 2 انبوت فهي 4 ضرب 2 يعني 2 وايرز واخر إشي عندك ثلاثة انفرتر كل واحد له انبوت يعني له سلك فهي زائد ثلاث لو تجمع هدول بطلع 16 زائد 8 زائد 3 اللي هو 27 نفس الكوست تبع الديزاين اللي كنا حكينه قبل شوي اللي حكينا سميناه تراديشنال اللي كان فيه 3 انبوت اند جيت هلا ماشي نفس الكوست طب برايك بما انه نفس الكوست اذا انت مسموح لك تستخدم 2 او 3 which one would you choose في هاي الحاله مثلا صراحة أنا I would choose اللي traditional الأول ليش اللي traditional اللي traditional كان بس فيه one level يعني بس inverter وبعد الinverter في three input and gate two level inverter بعدين and gate هنا كم من level في هذا الديزاين هنا في inverter بعدين هي and gate بعدين في كمان and gate فمعناته هذا three levels هذا three levels هذاك كان two level فهذاك على الأغلب راح يكون كديزاين أسرع بس التنين من ناحية cost نفس الإشي طب ليش معناته حكينا عن الديكودر اكسبانشن لما تكبر الديكودر اكثر من 3 to 8 يعني لما تبلش تاخذ مثلا 4 to 16 او اللي بعديه وهكذا راح تشوف انه الديكودر اكسبانشن
بيخلي الكوست تبعك أقل كتير، مع أنه ممكن يزيد الديلي لأنه بيزيد عدد الليفلز، بس بقلل لك من الكوست. الكوست بتكون أقل، الجي إن كوست بقل بس الديلي بتزيد في الديكودر إكسبانشن. تمام؟ فبناء على هذا الإشي بس أعطوني 5 minutes صراحة، بس 5 minutes زيادة، لأن أنا أول 5 دقايق كنت بحكي بعطيكم نوتس وهنس وبشجعكم أنكم تتابعوا المادة، فبس يعني لو هيك صبرتوا معي دقيقة. طيب لو أنا ورجتك example أنه والله طيب ماشي خليني أعمل، لو أجي واحد حكى لك سوي عارف أنا ليش عندي اليوم من الأمور شوي ملخبطها، أوكي تمام. أوكي لو أجي حكى لك واحد بدي أعمل 6 to 64 line decoder، تمام 6 to 64 line decoder، لو سويناها بشكل هيك سريع بالطريقتين، طلع بالطريقه الاولى التراديشنال ابروتش، اوكي التراديشنال ابروتش شوي عم بستناه يعمل فوكس، اوكي بالتراديشنال ابروتش انا بعرف انه راح يكون عندي زي هيك اند جيت، كل واحدة لها 6 انبوتس صح، وهذه مثلا دي 0 واخر واحدة راح تكون هي اند جيت اللي هي دي 63 برضو إلها 6 inputs، لأنه هاي شو لازم يكون أسماء هاي شو طبعا راح تكون الإكواشن تبعتها D0، راح تكون الإكواشن تبعتها الإنبوتس أسماءهم من A5 ل A0 لأنه عددهم 6 A5 A5 bar A4 bar A3 bar A2 bar A1 bar A0 bar اللي هي من term 0 صح، وهاي طبعا راح تكون الـ all ones، هاي راح تكون من term 63 اللي هي A5 A4 A3 A2 A1 A0 كمعادلة، هدول راح يكون عددهم زي هيك. وطبعا راح يكون عندي قديش عدد الـ inverters، راح يكون عندي عدد الـ inverters لازم يكون 6 A0 لغاية من A0 لغاية A5 كل واحد معمول له inverter اللي هو هذا this is A5 له. فهذا هذه طبعا بتصير توصل بتاخذ من A0 bar وهيك A5 bar وبتوصل بيناتهم وهكذا، هذا التراديشنال ابروتش. هذه قديش الكوست تبعها هون زي ما قبل شوي حكينا الجي ان شو يساوي، عندك 64 اند جيت كل وحده لها 6 انبوتس زائد عندك 6 انفرترز كل واحد له 1 انبوت فهي زائد 6 هون تمام، هدول 384 زائد 6 يعني المجموع الكوست 390، تذكر هاي التراديشنال ابروتش اوكي تذكر هذا الرقم. طيب طب الطريقه الثانيه اللي هي ديكودر اكسبانشن ايش بيصير فيها الديكودر اكسبانشن؟ بالديكودر اكسبانشن الاتي، هلا بدي اعلمك ايش جديد في الديكودر اكسبانشن عشان مش كل مره تقعد ترسم زي ما احنا قبل شوي رسمنا، تعمل شيء بنسميه زي التري اوكي. هلا هاي الديكودر اكسبانشن 6 تو 64 هون زي ما قلنا قبل شوي k تساوي 6 اول مره اللي هي k تساوي n، فايش قلنا معناته k تساوي 6 معناته قديش بلزمني 2 تو ذا باور k اللي هي نفس هاي 64 بلزمني 64 تو انبوت ايش اند جيت زي ما قلنا، هذول ال 64 تو انبوت اند جيت كيف دريفن قلنا they are driven باستخدام تو ديكودر، طلع هلا شو عملت هون تو ديكودر عملت زي التري، الكي اللي هون عشانها ايفن زوجيه فبطلع السايز تبع كل ديكودر هو كي على 2 يعني 6 على 2 فبطلع هذا 3 تو 8 ديكودر وبدي كمان 3 تو 8 ديكودر، كل واحد من هدول بدك تتذكر كل واحد من هدول 3 تو 8 ديكودر الاثنين كل واحد منهم بده هذا بده 8 حسب عدد الاوتبوت اللي هون 8 two input and gate وهذا نفس الاشي بده 8 two input and gate يعني اثنين بدهم 8 two input and gate ولازم بدهم كل واحد يتفرع لبرضه لتو decoders عشان هاي المره اللي هون k odd فرديه واحد منهم راح يكون 1 to 2 والثاني راح يكون 2 to 4 وهون نفس الاشي
1 to 2 و 2 to 4. ال 1 to 2 أصغر إشي، بس ال 2 to 4 لسه بتقدر تصغره كمان بالديكودر إكسبانشن يصير 2 1 to 2 و 1 to 2. هو نفس الإشي 1 to 2 1 to 2. خلاص هيك بتوقف. You cannot do more than this. هذا أكتر إشي أنت بتقدر تسوي. كمان خمس كمان دقيقتين اللي بيسألني أمتى بتخلص المحاضرة، دقيقتين خلص يعني إن شاء الله. أوكي. ف أوكي. هلا هون في ملاحظة لاحظها شغلة مهمة. قديش عدد ال 1 to 2 decoder طلع عشر إشي عدهم 1 2 3 4 5 6 اللي هو نفس عدد الانبوت الأول الأصلي اللي هون. هاي شغلة دائما لك تلاحظها. أوكي. هلا هون عشان خليت انا عدد الاند جيت بس 2 انبوت، كم من 2 انبوت اند جيت موجود عندي؟ هون في عندي 64 صح؟ عشان هم يوم 64، هون في عندي 8 وهون في عندي 8 وهون في عندي 4 وهون في عندي 4، يعني مجموع ال 2 انبوت اند جيت هو 64 زائد 8 زائد 8 زائد 4 زائد 4، يعني مجموع ال 2 انبوت اند جيت 80 هنا صح 16 وهي 80 80 و8 88 2 input and gate. تمام 88 2 input and gate راح يلزمني. بناء على هذا الإشي معناته قديش التوتال كوست لما استخدم الديكودر اكسبانشن بدل ما استخدم الطريقة التراديشنال؟ 88 كل واحدة إلها 2 معناته الجي ان تبعي راح يكون الجي ان تبعي راح يكون 88 ضرب 2 كل واحدة إلها 2 input زائد قديش عدد الانفيرتر زائد 6 زائد 6 plus 6 88 اللي هي 176 زائد 6 يعني total جي ان cost 182. قبل شوي قديش كان total cost هناك لما استخدمت الطريقة الأولى 390 تقريبا الكوست نزل للنص باستخدام الديكودر اكسبانشن. بس طبعا في عندك مالتيبل ليفلز. طلع كيف طلع كيف الرسمه هون، لاحظ كيف الرسمه تبعت ال 6 to 64 لاين ديكودر طلع قديش كبيره هون. ان طلع هذا هاي واحد 3 to 8 هاي 3 to 8 هون وهي 3 to 8 هون وهي ال 2 انبوت هي ال 2 input and gates. تمام وهي الكوست تبع كل واحدة منهم. تمام إن شاء الله بكمل بالمحاضرة الماضية على بالمحاضرة القادمة سوري عن 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 نفس التوبيك. إذا حابين تجربوا عبين للمحاضرة الجاية ممكن تجرب هذا ال 7 to 128 line decoder وتقارن between the two approaches. فإن شاء الله في بداية المحاضرة براجع شوي موضوع الديكودر expansion ومنكمل إن شاء الله في الموضوع. إذا في حدا أي حدا منكم عنده أي سؤال أنا راح أضلني موجود بس لهاي الشعبة، يعني أنا ما عندي أوفيس أور الصراحة، بس للطلاب اللي حضروا هلأ إذا في حدا عنده أي سؤال عن الشرح راح أضلني هلأ موجود على نفس الميتنج هذا، مش راح أعمل بس ستوب ريكوردينج، بس راح أضلني موجود إذا في حدا عنده أي سؤال. يعطيكم العافية وشكرا على حضوركم وبعتذر على التأخير.